فنرى أن هؤلاء الذين يؤيدون الإرهاب والاستقصاء والقتل والذبح والتكفير ودار حرب ودار كذا لا يودون بالمرة أن يعيشوا في ظل أي دولة إسلامية اليوم، حتى تلك التي تطبق الشريعة. يقول لك لا، أنا أعيش في النبسة، أعيش في بريطانيا أرجوكم. أحدهم في لبنان يبكي، يبكي أمام إيه؟ سفارة إيه؟ بريطانيا، أعيدوني إلى بريطانيا. إيه 20 سنة أنت تأكل من مساعدات الإنجليز ثم تؤيد ذبحهم في الأندر جراوند صبوية، مش معقول يا أخي. أي أخلاق هنا؟ والآن تبكي تقول أريد أن أعيش في كنفهم. معناها أنت تعترف بما يجب أن يعترف به أنهم متفوقون أخلاقيا، يعطونك حريات حقيقية. بالأمس قلت أخواني في المكتب زاروني من بلجيكيا، قلت لهم آية لا إكراه في الدين، والله ورجيني وين مطبقة في العالم العربي، مطبقة في أوروبا. أنا أرى التطبيق الحقيقي لآية لا إكراه في الدين في أوروبا. هنا لا إكراه في الدين، حقيقة لا إكراه في الدين. الشيخ يقول بارك الله فيه لم يسألني شرطي وأنا أتدحدح. لا لا لا، نحن هنا نتدحدح ونترحرح ونتبحبح من ربع قرن، ولا مرة أنا شخصيا وأنا إمام منبر يعني ها أتكلم في الناس في العموم، ولا مرة أرسلوا إلي إلا مرة واحدة بدسيسة من بعض إيه؟ الناس الموتورين الله أعلم بهم، وبرؤوني بفضل الله تبارك وتعالى. تحقيق مع النائب العام فيه إنصاف أو فيه احترام وفيه رقي شديد جدا، وخرجت براءة بفضل الله. فيما عدا ذلك حتى أكون صادقا، ولا مرة أرسل إلي أن تعال ما الذي تقوله. وكم مرة انتقدت الغرب؟ مئات المرات، مئات المرات انتقد الغرب، إمبريالية الغرب، استعمارية الغرب، تحيز الغرب، مش عارف إيه. رأيك هذا حر، كل إنسان له رأيه. هناك في الغرب أن ينتقد الغرب أحسن، نحن تعلمنا ناخذ الغرب الحقيقي منهم، هم الذين ينتقدون إيه؟ أنفسهم. هنا نحن نرى الترجمة الواقعية لآية لا إكراه في الدين. أنا لا أرى لها ترجمة في العالم العربي. هناك إلى اليوم يسلطون عليك سيف إيه؟ الردة، يمكن أن تقتل بتأويل أنك مرتد، قال كذا كذا، هذا يعني أنه إيه؟ أنكر معلومة من الدين بدون، هو لا يعني، لا هو يعني عندهم تستتاب وإلا قتلت. الدكتور حسن الترابي زمان أيام نميري هو ساهم في مسألة إعدام إيه؟ طه، محمود محمد طه رحمة الله عليه وغفر الله للجميع. وبعد ذلك الشيخ الترابي حفظه الله تعرض أيضا لتهمة الردة، قيل ارتد، أفتى بكذا وكذا، إذا المرتد يستتاب وإلا قتل. نفس الشيء من نفس الكأس، غريب. التفوق الأخلاقي، شرط التفوق الأخلاقي هذا ممكن، ليس أي مستحيلا.